أهلا بكم مشاهدي أونلاين في كل مكان مع جولة فنية جديدة يومية بنتابع فيها أهم الأحداث والأخبار الحصرية والكواليس. دعونا نبدأ وكالعادة بالعناوين. استقبال جماهيري كبير للنجم محمد منير بعد عودته من رحلة علاج بألمانيا. حقيقة عودة النجم اللبناني فضل شاكر إلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة. سلافة وخرجي تكشف في لقاء خاص مع الجولة الفنية عن فيلمها الجديد. أحدث أفلام جوني ديب يستعد للعرض في مايو. تفاصيل زيارات أهم النجوم العالميين لمصر. عاد النجم محمد منير من أيام إلى القاهرة بعد رحلة علاج بألمانيا استلزمت إجراء عملية جراحية وعدد من جلسات العلاج الطبيعي، وخرج محمد منير من الصالة العادية بمطار القاهرة ليلتقي بجمهوره اللي كان ينتظره. منير تعرض إلى إصابة شديدة بسبب سقوطه من السلالم وتم نقله إلى مستشفى خاص بالقاهرة قبل سفره إلى ألمانيا بأسابيع لإجراء عملية جراحية. واستغل منير وجوده في ألمانيا في التحضير لبعض الأغنيات، ومن المقرر أنه يضمها لألبومه واللي اختار اسم ليه الروح بتحن. وبتعاون في الألبوم مع المطرب والملحن رامي جمال بأكثر من أغنية، والملحن محمد رحيم ونصر الدين ناجي وأحمد فرحات. نفت مصادر مقربة من النجم اللبناني الكبير فضل شاكر ما تردد في الفترة الأخيرة عن عودته للغناء مرة أخرى وتحضير الأغنية بعنوان نسيتها، والخبر ده انتشر من أيام قليلة نقلا عن صفحة على الفيسبوك منسوبة إلى الفنان فضل شاكر. والحقيقة أن أغنية نسيتها هي فعلا عنوان لأغنية أصدرها فضل خلال فترة اعتزاله، وقيل وقتها أنه تم تسريبها وكانت أغنية من المفترض طرحها ضمن ألبومه الغنائي اللي توقف بسبب اعتزاله، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان باسم يحيى ومن توزيع بلال الزين. انتهى الفنان يوسف الشريف من تصوير عدة مشاهد خارجية بسيوة من مسلسله الجديد كفر دلهاب، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني. وبتدور أحداث المسلسل في إطار فانتازيا تاريخي أكشن. مسلسل كفر دلهاب بطولة يوسف الشريف، روجينا، محمد رياض، صفاء التوخي، أحمد سعيد عبد الغني، سهر الصايغ ورامز أمير وهادي الجيار ومحمود حجازي، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج تامر مرسي. صورت النجمة غادة عبد الرازق مؤخرا عددا من المشاهد الخاصة بمسلسلها أرض جو مع النجم هيثم شاكر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستمر التصوير لأكثر من 14 ساعة. مسلسل أرض جو من بطولة غادة عبد الرازق وهيثم شاكر وعباس أبو الحسن وأحمد الشامي وعبد العزيز مخيون وفريال يوسف وعبد الرحمن أبو زهرة. النجمة السورية سلافة وخرجي شاركت مؤخرا في افتتاح مهرجان لافام للأفلام القصيرة، وهو مهرجان بيدعم عمل المرأة في مجال السينما وبيدعم الأفلام اللي بتناقش قضايا المرأة أو قصص عن المرأة. وبترأس المهرجان المخرجة مادي أنور، وبتشارك الدكتورة غادة جبارة العميد السابق للمعهد العالي للفنون السينمائية في عضوية لجنة التحكيم مع المخرجة الإيطالية كريستينا. كاميرا الجولة الفنية حضرت المهرجان وعملت لنا التقرير اللي هنشوفه حالا. فكرة ان هو مهرجان افلام قصيرة عن المرأة تحديدا، سواء الفكرة الفيلم او حتى صانعات الفيلم هن امرأة، خطوة جميلة. وماجي انور مخرجة مصرية،
في حالة نشاط، في حالة اجتهاد، في حالة شغف دائم أن تعمل شيء جديد من حيث الأفلام القصيرة أو دائما الأفكار الجديدة أو حتى الاهتمام بسينما الشباب. فخطوة كتير جيدة أنه يكون في شخصية. أو هل الشباب عموما، الشباب المصريين كيف اهتمامهم بالسينما؟ ماجي يعني مخرجة صغيرة بس قادرة أن تعمل. من أول ما تعرفت علي حسيت في طموح كتير كبير، فلما قالت لي وصار في بيناتنا صداقة حلوة، فلما قالت لي قلت لها خلص أنا معك، أنه أنا كيف ممكن نشتغل مع بعض نعمل شيء، هذا الحراك الثقافي الحراك الفني والجمالي اللي ممكن نعمله نحن. واستمتعت أنه أنا كنت بريد بالتحكيم أشوف أفلام. دائما أنت بتتعلمي، بتتعلمي من كل شيء، بتتعلمي من القديم، بتتعلمي من الجيد، بتتعلمي من الوسط، من السيء، من الدم الحار الجديد، الدماء الجديدة الشابة اللي عم تقدم فن دائما. كل شيء بيخص السينما بشدك يعني، فهذا اللي أنا اليوم موجودة فيه. دائما التكريم بيعطيكي دفع لقدام، بيعطيكي تشجيع، بتحسي إنه في شكر على جهدك، على تواجدك، على فعاليتك بالمجتمع عموما أو حتى بالفن يعني. فأكيد التكريم بهمني وبيحملني مسؤولية، دائما أكون على قد المسؤولية، قد مسؤولية الحب اللي الناس بتحبني. تجربة الإخراج حبيتها أنا وعم بأثناء يعني مرحلة الإخراج والتنفيذ، كنت حاسة بشغف، حاسة بشي جديد أنا حابة ساوي، كنت عم بكتشف نفسي يعني. أنا عندي خبرات تقنية من خلال عملي بالتمثيل، بس لما صرت خلف الكاميرات تحولت شوي الطريقة الشخصية، إنه أنا ما بدي أحكي شخصية واحدة، أنا بدي أحكي عن كل الشخصيات، عن الديكور، عن الموسيقى، عن كل شيء، عن كل التفاصيل. فحبيت التجربة وحابة كررها، وإن شاء الله في لقدام مشاريع يعني عم فكر فيها، بس بتبقى حالة تجربة، هي حالة الإخراج يعني. أنا ما رح أتحول لمخرجة، لا، ممثلة بالأول وبالأخير، بس حالة الإخراج عنت لي شيء إنه أنا قادرة أقدم أفكاري وقادرة أقدم شو عندي يعني. مثل ما قلت لك التكريم بيعطي تشجيع وبيعطي مسؤولية أكبر، وأنه يكون فيلمي الأول إخراج وياخذ 7 جوائز، آخره كان أحسن إخراج بنيو دلهي، فأكيد يعني حاجة عظيمة. كتير سعيد. إسكندرية كان أول جائزة لي، كان يعني جائزة أحسن عمل الفيلم الأول، فكان الإسكندرية وش خير علي بأول جائزة، وتتالت الجوائز بعد الإسكندرية. فالحمد لله لقيت صدى جيد سواء من الناس أو من النقاد أو من المهرجانات، في الخرطوم، في العراق، في بيروت، في الجزائر، وهذا كله بعد الإسكندرية، وآخر شيء كان النيو دلهي بالهند. لا أنا ما رح أتحول، قلت لك أنا بالأخير ممثلة، بس هي حالة إنه أنا حابة أعبر عن أشياء كتير بقلبي أو بفكري. النجم محمد حمائي انتشرت صورة ليه مع زوجته نهلة الحجري على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان واضح على نهلة معالم الحمل، وأكدت الأخبار أن نهلة حامل فعلا في بنت، وأن محمد حمائي هيسميها فاطمة على اسم والدة زوجته نهلة لشدة حبه لها. شغلت الفنانة إليسا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد أنباء عن خطوبتها من المصور اللبناني وديع النجار، على الرغم من نفيها أكثر من مرة لهذا الموضوع وتأكيدها أنهم مجرد أصدقاء قريبين فقط. إليسا قضت بعض الأيام في أسبانيا وتحديدا في مدريد، ونشرت مجموعة من الصور على صفحتها بالإنستغرام، ومنها صورة في الليلة الأخيرة من الرحلة، وعلقت عليها وقالت آخر ليلة في مدريد. تعرضت ابنة الفنانة روجينا لحادث كبير أدى إلى تهشم سيارتها بالكامل، ولكنها خرجت بسلام منها. ونشرت الفنانة روجينا عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستغرام صورة للسيارة بعد الحادث، معلقة عليها قائلة: بسجد لله على نجاة بنتي مايا، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. رانيا يوسف نشرت صورة على الانستغرام مع النجم محمد إمام من أحد صالات الجيم، هما بيمارسوا الرياضة، وعلقت رانيا على الصورة وقالت: يلا رياضة وبطلوا تدخين. رانيا لم توضح إيه مناسبة الصورة ولا إيه اللي جمعها مع محمد إمام، لكن الجمهور في تعليقاته أكد على أن النجمين بيجمعهم شيء مهم جدا وهو حب الرياضة.
قام بعض النجوم بنشر صور لهم وحاولوا ينشروا بعض الحكم والأقوال المأثورة اللي بتنشر طاقة إيجابية لجمهورهم ومتابعيهم، ومنهم النجم محمد عساف اللي نشر صورة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق على الصورة بحكمة وجهها لجمهوره قال فيها: استخدم ابتسامتك لتغيير الحياة، لكن لا تدع الحياة تغير ابتسامتك. الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاق واسعة في الحياة. ونشرت رولا سعد أيضا صورة لها وعلقت عليها بحكمة قالت فيها: تسامحوا فرحلة الحياة قصيرة، وتقاربوا فالعمر لحظة. وأخيرا النجم حسين الجسمي كان لي حكمة كمان على الإنستغرام قال فيها: الشخص المهم في حياتك ليس هو الذي تشعر بوجوده، لكن الذي تشعر بغيابه. وبعد الفاصل تلتقون أحدث أفلام جوني ديب في مايو القادم وزيارات النجوم العالميين لمصر.